جاء الكلام الله الاتحاد الاشتراكي ده حزب واحد. هل العيب هنا نسأل نفسنا في جوه الحزب الوطني ولا خارج الحزب الوطني؟ هو ده السؤال. طب ما تخلينا أسأل حضرتك السؤال بصيغة تانية. هو حزب كاسح لأنه محقق نجاحات واصل للناس ولا لأنه حاكم ولأن هو اللي معاه المفاتيح؟ أيهما؟ حاكم جت بعدين ولا جت الأول؟ بس برضه ده الحزب لأنه حاكم. حاكم ساعة ما خد الحكم ما خلاص ما خرجش. طب والناس ما قامتش ليه؟ تقوم تعمل إيه الناس؟ لا أنا عايز تقييم حضرتك قراءتك لدور الحزب الوطني. هو الحزب الوطني هنا قايم بدوره بالفعل؟ بيحقق وجود في الشارع حقيقي ولا الوجود ده محتاج شغل تاني؟ الحقيقة نتيجة الانتخابات الأخيرة وقبل الأخيرة وقبلها وفي عهد الإشراف القضائي اللي بيقولوا ما فيش إشراف قضائي كان الحزب الوطني برضو بيجيب الأغلبية والأغلبية الكبيرة. نعم. وكون في مستقلين دمهم الحزب الوطني كانوا اصلا اعضاء في الحزب الوطني. نعم. ما ولهذا النظام الانتخابي المره دي اللي عمل الحزب عشان يمنع الحكايه دي. يعني قصدي الحزب الوطني طول عمره واخد اغلبيه. طب فين الاحزاب الاخرى؟ لان ايوه ماذا ينقص الحزب الوطني للوصول للناس؟ بعيدا عن صناديق الانتخابات هقولك هنروح لها. طالما الحزب الوطني بيشيل المسؤوليه بيواجه تحديات هتجد ناس كتيره زعلانه او ناس مش مبسوطه. نعم. طالما انت بتشتغل بتقول في ناس مبسوطه من شغلك وناس مش مبسوطه من شغلك. ايه اللي ما بيشتغلش خالص؟ هو ده الناس مش حاسه بيه عشان تبقى مبسوطه وغير مبسوطه. يعني انا بقول لك اهو انا مش عاوز اتكلم عن الاخرين، خليني اجنب الاحزاب الاخرى خالص. وانا مش عاوز اتكلم وعاوز انقل لحضرتك الشارع. ايوه الشارع بأغنياء وبفقراء مش مبسوطين. الناس تشعر بالحالة اللي حضرتك بتقول لي في حاجة في النص مش مظبوطة طول الوقت، وما فيش قدامهم غير بابا كبير الحزب الوطني. هو ده هو اللي بيحكم وهو اللي بيشرع وهو اللي بيجيب المحليات وهو اللي بيدعم المنتخب وهو اللي بيعمل كل حاجة. طيب قول لي لو بابا الكبير ده مش موجود هنعمل المحليات ازاي؟ ما بالانتخاب. لا أنا عايز العكس، كيف يمكن للأب الكبير للحاكم ده اللي هو الحزب الوطني يعني ان الناس تصدقه وتحبه، ان الناس تقول ان هو يرعى مصالحنا، ان الناس تشعر بالامان؟ منين؟ باي نجاح يحقق؟ حضرتك شايف الحزب الوطني نجح؟ الحزب الوطني نجح بتنظيماته بيوصل للسلطة. كون الناس بعض الاداء في بعض المواقع مش عاجب ده شيء طبيعي. لا يمكن ان الحكومه تنجح في كله ولابد الناس تزعم. امال الفقر موجود ليه؟ فقر موجود، ما الفقير ده هيبقى مبسوط مش مبسوط، المريض اللي ما تلقاش علاج هيبقى مش مبسوط. في تحديات كثيره لابد انها توجد محتجين. نعم. وما اي بلد من البلاد حتى في الولايات المتحده هتجد الزعلان واللي مبسوط. الغني عاوز يزداد ثراء. المهم الضوابط اللي بتحكم الموضوع. وانت عاوز الحكومه دي مهما جبتها الناس تتبسط؟ الغني اللي ما ازدادش ثراء زعلان، والفقير اللي ما اتغطاش بالحاف زعلان. لكن ما هي جهود الحكومه؟ ايه ده طلع العيب فيهم ولا ايه يا دكتور؟ نعم طلع العيب في الناس؟ لا مش العيب في الناس. اه العيب إنا عرضنا، ربنا قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة هنا في بعض التفسيرات هي المسؤولية. نعم. أي شخص مسؤول مهما عمل لا يمكن يرضي الناس. ما أقدرش أقول لك إن كل الأداء ممتاز، لا في أخطاء. نعم. زي ما قلت في حاجة غلط. إنما اللي عاوز أقوله عشان الناس كلها تتبسط لابد من الضوابط، لابد من المساواة، لابد من وقف نزيف الفساد، لابد من أن يشعروا الجميع أنهم على قدم المساواة وما فيش حاجة اسمها ده بيتميز عن غيره. إحساس الناس بالمساواة وإحساس الناس بإيقاف الفساد
وإحساس الناس بالضوابط والدقة في التعامل مع الضوابط هو الذي يؤدي إلى الفقير أن يحمد ربنا على أنه على هذا المستوى. الفساد كتير يا دكتور؟ الفساد موجود في 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 كثير من المواقع. نعم. ودي سنة من الموجود. أيوة موجود. ما معنى الفساد؟ بقى فرض يا فندم. خلل. نعم. خلل. النهاردة وزير التنمية الإدارية قال أعمل الحكومة الإلكترونية. الناس اتريقت عليه، قالوا علم الناس. عارف الحكومة الإلكترونية دي معناها إيه؟ كل حاجة هتبقى شفافة وواضحة للحيلولة دون الفساد الإداري. في فساد إداري. في فساد إداري. الفساد الإداري هيخلي الناس زعلانة. لا، لو إحنا بنتعامل على قدم المساواة كان بيها. لما يعلن عن وظيفة ويجي يتقدم لها 10,000 واحد، اللي بيتعينوا دول من 10,000 دول، هل اتعمل لهم امتحانات ولا في كروتة اتقدمت عشان ده يتعين ولا ده ما يتعينش؟ ممكن اعمل اعلان وبرضه اتعين بالواسطة. طبعا الضوابط، انا الواحد يكلمني واتكلم له عشان يتعين بنبسط جدا جدا. ما يجي الجهة اللي بتكلمني تقول لي يخش امتحان لو عمل، بنبسط لان دي ضوابط. ايوه يخش امتحان، واذا كان جدير يتعين، ما كانش جدير عنه ما تعين. دكتور بتنام كم ساعه في اليوم؟ لا بنام كويس والحمد لله. انا عرفت انك ما بتنامش قبل 3 الفجر. ما بنامش قبل 3 وساعات 4، بس ساعتها بصحى متاخر. ايه اللي لو ورايا حاجه مخي من ناحيه البيولوجيه هو اللي صاحيني. كم ساعه في اليوم تقريبا يا دكتور؟ عشان ابقى كده ولا حد يقدر يضايقني ما بين 7 و8. ابتدي حد يضايقني لو نمت 5 أو 6، يعني ابقى ساعتها حساس شويه. في حد بيقدر يضايقك يا دكتور؟ ايه ايه ده، كل الامور اللي بتتعرض كلها تضايق. حد كان بيوصفش في شخصيه حضرتك فبيقول لي عن الدكتور سرور عنده مقدره شخصيه على التكيف، حتى الغضب بيعمله خارجي ما بيستوعبوش، علشان كده بيقدر يتجاوز. الغضب عندي هو عباره عن خط تحت الكلمه، معناها في ستريس على الحته دي بس، انما وينتهي بعد ما اغضب انسى انك كنت زعلان ليه. ماذا